إن العناية بفئة المجاهدين وذوي الحقوق وتثمين التراث تعدان الركيزتين الأساسيتين في نشاط وزارة المجاهدين منذ نشأتها غداة الاستقلال، من خلال الحماية الاجتماعية والصحية للمجاهدين وذوي الشهيد وحماية التراث التاريخي والثقافي. ويندرج اهتمام الوزارة بالجانب الاجتماعي للمجاهدين وذوي الحقوق في إطار السياسة الوطنية المسطرة قصد ضمان الحماية الاجتماعية للمجاهدين وذويهم وذوي حقوق الشهيد، تقديراً وعرفاناً لما قدمته هذه الشريحة من تضحيات جسام إبان الثورة التحريرية المجيدة، وذلك بإصدار نصوص تشريعية وتنظيمية تحمي الحقوق وتصون كرامة هذه الفئة. وحفاظاً على كرامة هذه الفئة المثقلة بجراحات الماضي العميقة معنوياً ومادياً، عملت الدولة الجزائرية منذ الاستقلال على إيلاء العناية والاهتمام للتكفل الأنجع بها من خلال تثمين المنح بكل أصنافها التي عرفت منذ عام 1962 إلى يومنا هذا تطورات كبيرة من حيث القيمة المالية وطرق دفعها. أما التكفل الاجتماعي الطبي للمجاهدين وذوي الحقوق فقد تجلى من خلال الإمكانيات المادية والبشرية التي سخرت وعديد المنشآت التي وفرت لهذه الفئة، بالإضافة إلى التسهيلات إضافة المرافقة الدائمة للمجاهدين وذوي الشهداء على مستوى المؤسسات الاستشفائية العسكرية منها والمدنية. كما قامت وزارة المجاهدين بإنجاز مراكز للراحة والاستجمام لصالح فئة المجاهدين وذوي الحقوق تعمل على التكفل الطبي والنفسي التام بهم من خلال توفير طواقم طبية متخصصة، إلى جانب توفير تجهيزات وعتاد طبي يتميز بالحداثة والجودة العالية. كما تم استحداث مركز وطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها بالدويرة وملحقاته الست المنتشرة عبر الوطن لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من المجاهدين وذوي الحقوق والضحايا المدنيين وضحايا الألغام من الحصول مجانا على الوسائل اللازمة للعجز، إضافة إلى المتابعة الطبية. وبغية صون الذاكرة الوطنية ونقل المآثر والأمجاد للأجيال لتبقى شاهدة على تاريخنا المجيد المتراكم عبر مراحل المقاومة الشعبية والحركة الوطنية والثورة التحريرية، ولحفظ وجمع وعرض التراث التاريخي والثقافي المرتبط بالذاكرة الوطنية، ونظرا للدور الذي تلعبه المتاحف في ترسيخ المعرفة التاريخية وتنمية الحس الوطني، وبموجب المرسوم الجديد أصبحت الملحقات متاحف ولائية وتدعمت صلاحياتها في مجال التكوين وتلقين التاريخ للأجيال القادمة، بالإضافة إلى تدعيم المتاحف الجهوية والمتاحف الولائية للمجاهد بالوسائل التكنولوجية الحديثة للإعلام والاتصال. هذا وقد حددت مهام المتحف الوطني للمجاهد والمتاحف الجهوية وملحقاتها في جمع واسترجاع المجموعات التاريخية والثقافية المتعلقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، وكذلك حفظ المجموعات وصيانتها وإثرائها، بالإضافة إلى تنظيم معارض دائمة ومؤقتة لفائدة الجمهور. كذلك من واجبها تنظيم واحتضان الأنشطة والتظاهرات الخاصة بالمناسبات والأعياد الوطنية، بالإضافة إلى تسجيل الشهادات الحية مع صناع الثورة بالخصوص المجاهدين حفاظاً على الذاكرة الوطنية.